يعطيكم العافية، مساء الخير شغال. يعطيكم العافية. ما شاء الله. مساء الخير جميعا لجميع زملائنا المتقدمين لفحص البرد، بس ممكن يرفع ايده لنعرفهم. تمام، اهلا وسهلا فيكم، شرفتونا. انا شوي تعبان، معي حالة حساسية وجاي من عمل فمرهق، فانتوا هاي محاضرة مكررة صار أكثر من مرة، في معملها شوية أبديت فممكن تساعد إنه نحكي فيها. هلا في فكرة ما بعرف بدنا نطرحها مع دكتور خالد، إنه المحاضرات اللي تقدمت بالسويدة تدخل بالامتحان. محاضرات السويدة كانت نوعية، سواء محاضرة الدكتور يزن أو الدكتور خالد كانوا، أو اللي قدمت أنا محاضرات جيدة، فما بعرف إذا بتناقشوا الموضوع إنه تدخل بالامتحان. ممكن مناقشة الموضوع هذا مع اللجنة، محاضرات مهمة كانت، لأنه وفي شيء جديد عن هذا الطرح اللي طرحناه ثلاثنا حاليا. أول شيء بدنا نحكي بالغدة الصم، بدنا نحكي على الغدة الدرقية، هي غدة ذات إفراز داخلي تمتد من سي 5 ل تي 1. شو يعني هذا الشيء سي 5 تي 1؟ تفضل. تمام، تاخذ شكل اتش هي الى فصين وبيناتهم برزخ، وكلكم مشتغلين ايكو درق وكلكم خبراء بهذا الامر. وزنها 25 جرام. هاي الفصوص الصغيره هاي اللي جواتها، بس حيان اذا تريد. هاي الفصوص الصغيره ببرنشيم الدرق شو بتحوي هاي؟ اللي مشكله ببرنشيم الدرق، الفصوص اللي مشكله ببرنشيم الدرق تحكي شو اسم محدد؟ الغراء الدرقي. والغراء الدرقي في المؤشر ما عم يظهر على بدي انا المؤشر يظهر مشان يظهر بالتسجيل. اذا هاي الجيوب هي الغراء الدرقي. اذا اي شيء بيظهر باثولوجي او مرضي في اي مكان بالجسم بيعتمد يعتمد على الشيء الطبيعي الموجود. إذا لما بتنشأ عنا كيسات غرائية هي تطور غير طبيعي لموضوع الجويبات الدرقية. طبعا هون رسم تخطيطي لموضوع الدرق وعلاقتها بالحنجرة، جميل جدا، أنا بحب هذا الرسم. هون عاطينا فكرة عن الأوعية المحيطة بالدرق، مثلا السباتي بالباطن ولا السباتي المشترك بيكون موجود بالعادة؟ السباتي الاصلي والوداجي الباطن. العضله الرئيسيه الموجوده هون، كمان هون اجت عندنا مشكله بال شو اسمها هاي العضله؟ قصيه ترقويه الخشائيه. هذول شو هذا المكون؟ تمام. هون المري عاده وين بيكون، يمين ولا باليسار؟ باليسار. كيف بنعرف انه هذا المريض شو بيعمل؟ اذا نحن بنستنتج انه لما عم نقول في عقده بالفص الايسر، اذا نحن اكيدين انها بالفص الايسر. طيب هذا منظر طبيعي ولا مرضي؟ دققوا فيه منيح دكتور محمود. تمام، بقلبه شو فيه؟ خسار. هي هذا المنظر طبيعي، هذا وريد الوداج الباطن توسعه بهذا الشكل هو تغير طبيعي، وهذا ليس بخسار، هذا الصمام الوريدي. فأرجو لا نقع بهذا الخطأ أثناء التشخيص الصدوي. هاي أول وضعيات الفحص بالإيكو، البروب كيف يكون وضعياته سجيتال و المقطع الكورونال. هاي الغدة الدرقية طولها 4 ل 7 سنتي. اللي عندنا الحد الطبيعي للبرزخ، والله هذا في خلاف عم يصير الحد الطبيعي للبرزخ. شو برأيكم؟ هلا هون كاتبين أقل من نص سنتي، يعني هو 3 ميلي 4 ميلي عم نبلع الموضوع. 4 أو 3. هو 3 بس بغير الدكتور محمود قال 4، خلاص احنا مشي 4، غالي علينا. الله يسلمك. هاي اللي حكينا عليها الكيسه الغذائيه واضحه جدا.
ممكن تحوي تكلسات. هاي القلبه بسموها متحلقي اللغه اصداء داخليه، اصداء داخليه. هاشيموتو هو مرض مناعي. الامراض الدرق معروف انها بشكل امراض الدرق معروف انها بشكل عام تصيب النساء اكثر ولا الرجال؟ امراض الدرق تصيب النساء وخاصه في متوسط العمر. على بهاشيموتو اللي هو مرض مناعي، واللي معظم الامراض المناعيه لحد الان ما نعرف الاسباب تبعها، هي مدار ابحاث هائله. بين 30 وال 50 بصيب النساء في ضخامه تدريجيه بالغده. وفي عنا شيء مهم، انه بصير عنا غده غير متجانسه، بصير عنا عقيدات صغيره من 1 ل 6 ميلي محاطه بحواجز صدويه. هي بتعطي، وكمان الهاشيموتو في خطوره عاليه لاشهر واشع اورام الدرق البابيلاري ثيرويد كارسينوما. اذا انا اذا شفت هالمنظر هاد، هل ممكن اقول عنه انه طبيعي انا بعمل دراسه صدويه للدرق؟ مستحيل. هذا منظر يعني اكاد احلف عليه انه هاشيموتو. شايفين المعايير اللي حكينا فيها، اللي هي العقيدات الصغيره واللي هي الحواجز الصدويه، عقيده حاجز، واضحين جدا. منظر العام لاي شخص مشتغل 10 ايده هذا الدرق بيعرف انه هذا منظر ما انه صحيح او ما انه مظبوط. داء غريف كمان هو داء من الادواء المناعيه، بيحدث فيه انسمام درقي، هو ضخامه كمان، وهو ارتفاع بالصدويه وزياده بالدرويه. يعني انا داء غريف غالبا مجرد ما كبس زر الدوبلر طلع لي هالمنظر، فانا غالبا اتجه نحو داء غريف او داء التهابي، واطلب من المريضه. شو بطلب وقتها؟ اطلب مخبريات وسريريات، مخبريات وسريريات وليس فقط مخبريات. طيب، هاي النقطة المهمة اللي بنجيبها كل سنة بالفحص، واللي إن شاء الله رح نجيبها بالفحص السنة، رح نضل نجيبها للأبد. العقيدات الدرقية الأكثر خباسة شو بتكون صدويا؟ ناقص الصدوية. يعني قديش ممكن تكون نسبة الخباسة فيها؟ 75 ل 85%، هيك بتقول المراجع. المعادلة الصدوية 25%، ومرتفعة الصدوية ممكن تكون 5% خبيثة. إذا حتى مرتفعات الصدوية ممكن تكون 5% منها خبيثة. إذا لا مطلقات ولا قواعد ثابتة 100% في الأشعة. دائما أنا بدي يكون شخص ضمن سلسلة، هي سلسلة الطبيب المخبري والطبيب السريري. آسف. في عنا تكلسات، في عنا التكلسات الصغيرة أو التكلسات الناعمة، هي بتعطي اشتباه كبير، تغيرات التلكيسية كمان وزيادة التروية. كل هالأمور تعطينا الاشتباه كبير وتقودنا نحو طلب الخزعة. شو اسم الإبرة اللي مشتغل فيها خزعة الدرق؟ الإبرة الراشفة. أشياء أنواع سرطانات الدرق كمان الحريم، آسف على كلمة حريم بس هي للمزاح ما أكثر من هيك، واللي بيصيب النساء. النقائل الأولية باكرة بيعطي للعقد الأنفي للأسف الشديد، هو عقدة مفردة غير منتظمة الحواف وتكلسات دقيقة. يعني هذا المنظر أكيد أي واحد منكم منسياتكم هيك منظر، إنه هذا منظر مليجنانت. دكتور أنت معنا بالبورد؟ لا، اللي وراك. مين متأدبين له؟ معلش ارفع ايده مرة ثانية، متأدبين على امتحان البورد بس. طيب تفضل دكتور، اللي وراء الدكتور نفل، تفضل عرفنا عن حالك. دكتور ياسر اهلا، منين حضرتك؟ شرفنا. انا بشوف عقدة درقية حجمها كبير، وإذا ما في عقدة ثانية متزاورة حواف غير واضحة،
ايوه مناطق عديد الصدى هي تنخرات عديد الصدى برافو جميل جدا التوصيف اللي تفضل فيه دكتور الياس من الادية تروية مختلطة تكلسات مناطق متنخرة حواف غير منتظمة اذا انا هون عم بتجه نحو شيء غير مريح هون طبعا هي صورة للغدة الدرقية باستخدام الطبق المحوري هون باستخدام اي وسيله استقصاء المجنان طيب هلا هون شايفين انتقلنا لموضوع اخر تماما هو الغده النكفيه موضوع الغدد هائل الحجم يعني ما راح نحيط فيه فنحن حكينا بالسويد عن الاورام الغديه الصماويه كان بحث طويل كمان موجود المحاضره لمن يحب ان يتابعها نشوف تعزيز متاخر واضح عندكم هون كيف شكله زلمه محترم زلمه ابن ناس ما انه اخذ الشكل السيء جدا او التهجم او غزو الاعضاء المجاوره ممكن يكون غزو الاعضاء المجاوره غزو حجمي بسموه يعني هو حجمه عم يزيد عم يضغط على هو لا يرتشح الاوعيه هو لا ما له الشغل له علاقه بالساركوما اذا نحفظه انه هو اذا شفتوه هاي بالطبقي انه نحن مع انسان ورم محترم فهو هذا الشكل خلوه بذاكرتكم الواردن تيومر هو رغم كمان سليم ثاني اشيع شيء بالعقد السادس بالعمر وهو منشا لمفاوي شوف الشغله اللي بتميز الواردن هي جبناها سؤال الفحص وكم قالوا لي صعبه الاسئله يعني تخيل انا جايب هالسلايد وقاعد حاضر المحاضره طالب البورد وكاتب نوكس في شنو قلبي لي بالاخير انه الاسئله صعبه تبعت الغده النكفيه طيب إذا حطم كبر يعني لا شوي رح تطلع من الشاشة نو كالسيفيكيشن وجبته الفحص وقال لي صعبة أحد يعني العباقرة عادة بيكون ثنائي الجانب ولا أحادي الجانب الوارد يميزه تماما تماما في تغيرات كيسية هو بيصيب عادة الجزء أو الفص السطحي من النكفة تعزيزه معتدل وفي عقيدات جدارية العقيدات الجدارية عادة بتقترح بقوة انه نحن امام واردن وهو ورم غالبا ثنائي الجانب هاي كلها اسئلة امتحان هذا المنظر اللي صار حاكين فيه اكثر من مرة انه اذا شفنا هالمنظر كيسات نسميها كيسات تنفاوية زهارية بالجانبين فنحن امام انسان في دائرة الخطر حكينا دكتورة حالة بتعرف السنة الماضية كتير ركزنا عليها الصورة لموضوع خطر نقص المناعة المكتسبة كمان ركزوا لها المنظرات الغدة النخامية هي بقاعات الجمجمة السرج التركي كلنا بنعرف شكلها وبنعرف علاقتها بالبصري كلكم ما شاء الله متميزين وأساتذة وهي مسؤولة عن إفراز الهرمونات العصبية والهرمونات ايضا العلاقه بالنمو والبرولاكتين مجموعه كبيره من الهرمونات هاي المكان توجد فيه السرج التركي اكس راي الصوره هذا السرج التركي هاي الطريقه المثلى لاخذ ابعاد السرج التركي مثل ما احنا شايفين وهون عندنا كمان انه حدوده الدنيا هي 4 على 5 وحدوده العليا 17 ل 13 صورة ترسيمية جميلة جدا هي الغدة النخامية أنا دائما بسأل سؤال عن الجيب الكهفي مين بجاوبنا شو أعصاب الجيب الكهفي حلا الفرع الأول والثاني اللي هن طب والثالث من بروح لا الثالث من الفرع شو اسمه الخامس بك السفلي كمان بقول وين بك السفلي بقول بالإذن عنا الثالث والرابع الخامس شو في الأول والدلهن طيب والفك السفلي
راجعوا راجعوا تشريحيا مهمة جدا. طيب خلف الغدة النخامية شو هو العنصر التشريحي الهام؟ شايفينه قدامنا؟ شو هو؟ اي خلف الغدة النخامية شو هو؟ جيب الوتدي. خلف الجيب الوتدي كلها لازم يعني من سياق فلازم تكون بالعوم الأنفي. تمام. طيب الغدة النخامية إذا إنها عنا هي إلى أبعاد 10 مليمتر عند البالغين، 8 ذكور، 9 إناث، وعند الحوامل ممكن تسمح لل 12. هذا منظر الغدة النخامية الطبيعية. طبعا السؤال المسألة دائما ليش الفصل الخلفي عالي الإشارة؟ شو بنية تريده؟ لأنه فيه فرزات عصبية، هامة عصبية. تمام. لأنه بالبداية كان يقولوا إنه لأنه الشحم بيظهر متوهج بالزمن الأول كأنه محقون، لا هو بسبب بعدين دراسات قالت إنه بسبب بنيته من الهرمونات العصبية مثل ما تفضل الدكتور محمود الصباح. هون رسم تخطيط الغدة النخامية، واضح العناصر كلها، واضح علاقتها بالجسر، علاقتها بالدماغ المتوسط، علاقتها بالتلاموس. هون كمان رسم ترسيمي جميل جدا للغدة النخامية. هلا هي في إلى تقعر، لا نسامح بهذا التقعر، ودائما نقول المرض إلا بحالة وحدة وهي الغدة النخامية من الأمام مقعرة، لا نسامح بهذا التقعر إلا بحالة وحدة. إذا استأصلوها وكبلناها بتسامح فيه؟ ضح يا شباب. إلا بحالة المرأة الحامل. طيب الماكرادينوما هذا بالنسبة لكم شغلة يعني إنه شغلة من منسياتكم، هو التعزيز اللي بيعزز بقوة، هو من أصل الغدة أكبر من 10 أكبر من 10 مليمتر مثل ما إحنا شايفين هون. دكتورة نفل سليمان، الغدة النخامية بتقدر تأشري لي عليها؟ واضح بين عندك؟ واضحة يعني. آخر كلمة بتعرفي حسن أبو غزارة تقول له غوار اسحاب من هون، تقول له طروب الطيب وصل يسحب أغنية. ما ضروري تاخذي حكي، أنا عم بضللكم. أنت خذي شيء وقت نعافيه، قولي أنت حتى ما بتفهم أنت حكي غلط. ما في مشكلة عندي. قولي اللي أنت مقتنعة فيه. في غدة نخامية مبينة هون ولا لا؟ مبينة؟ طيب في رأي آخر؟ دكتور محمود. أنا هذا السؤال طبعا له هدف شديد جدا، ليس هو تضليل وليس هو اختبار المتقدمين، هو السؤال هدفه إيصال معزومة وترسيخة انه الماكرو والميكرو هن من اصل بنيه الغده النخاميه، فلو يكونوا موجودين الماكرو بالذات بتكون الغده النخاميه معنا موجوده، لانه هو عباره عن حاله مبالغه او فرط بالتصنع بالغده النخاميه، اذا هو غير موجود. اما اذا كانت موجوده واضحه فبتجي لخيار اخر، ممكن يكون ورم سحائي مثلا. اذا لما ما بشوف الغده النخاميه اذا انا امام ماكرو ادينوما. طيب هون كمان هذا معروف بتكون عين الابتلاء ميكرو ادينوما بتكون اقل من 10 مليمتر. هون ظاهره شهيره جدا اسمها الامتيسيلا. هدول اشياء ظاهرتين مترافقتين مع قلنا يا دكتوره احلى. دكتوره لين، ارتفاع الضغط السليم داخل القحف شو تحكينا عنه شوي؟ تمام. قلينا يا دوب بدناهم. حلو. قديش بصير قطر الغمز حول اكثر 5.6 ملي بالضبط. برافو عليك. غيره
تماما تماما. زميلتنا الدكتوره لين عطت توصيف كثير جميل لارتفاع الضغط داخل القحف السليم. الاورام الغذيه الصماويه هي من الاشياء اللي صار فيها ابديت على المحاضره، ضفنا من محاضره السويداء، هي في منها مالجنان وفي منها بناين، اشع انواع هو الكارسينويد موجوده بالبنكرياس بالرئه وببقيه الجسم. هون عندي حاله انتبهوا عليها، 30 كيلو جرام من الوزن مفقود خلال 3 أشهر، 80 سنة المريض ذكر. هذا المنظر أول شيء يعني لما نشوفه كشعاعي دكتور نورس حاسك عم تأمل بالحياة، اللي هذا منظر خبيث ولا هيك بالمنظر الظليل هذا خبيث عادة شو هيك أو حالات خبيث. إذا مثل ما تفضل دكتور نورس نحن هون أمام منظر خبيث منتابع شو نعمل هلا. شو شفت أنا هالمنظر هذا صورة ظليلة هي طيب شعاعي صور طبقي محور لنشوف التظاهرات الخبيثة الأخرى. كلام سليم من أخونا دكتور نورس، صورنا بالطبق المحوري شو لقينا؟ تسمم جدار المعدة أول شيء. هاي المعدة بقدر أحكم عليها إنه شوفك شو في مظاهر دكتور محمود خباسي هون؟ يا عيني عليك ليك عم أشر عليها وفي هاي شو هاي هون؟ أشر لك عليها ما تقول لي وين بس إنه هاي شو؟ هاي ممكن تكون بإطار نقائل كبدية، نقائل كبدية وعقد خلف البريتوان. إذا نحن أمام حالة هون عملنا ومضام طلع معنا هذا المنظر. المفروض تكون في ماوس بس لحتى يعني نشر لكم وين بالضبط نحكي. دكتورة تفضلي أنت الجنب اللي عم تصور، أنت معنا بالامتحان؟ طيب اللي عم تصور انت معنا بالامتحان؟ طيب اللي ما عم تصور مين معنا بالامتحان؟ ما حدا حاس معنا بالامتحان. دكتور نورس عم تفزنا، هاي شو هاي؟ شو هلا رمضان هاي؟ نحن ما لنا ملزمين انه كلنا نعرف موضوع رمضان بس في اشياء اساسيه المفروض تكون نعرفها كشعاعيين. هذا الوضع طبيعي هون ولا غير طبيعي؟ دكتور غالين شايفك متحمسة تفضلي. هذا وضع هذا طبيعي بينما هذا غير طبيعي. في شيء آخر ما راح أسقل عليكم هو هون كمان غير طبيعي بس ما أنه أخذ يعني عملية القبط اللازمة هون، فإذا هاي كمان تكملة لأنه نحن أمام حالة خبيثة. هاي كلها ممكن تكون عندكم تجيكم بالامتحان. حالة جديدة هون احنا هون كنا طارحينها بالسويدة بإطار آخر بس راح اطرحها هون انا. الحالة هي معلش بدنا حدا يقرأ لنا الملصق الموجود اذا بتريدوا. مين لغته شوي منيحة؟ تفضلي دكتورة. ليلي قري لي كل شيء. حلو. بين. طيب هاي الحالة شكرا عليك كاتبتكم انا. اذا هي ورم قوادم. اذا هذا المنظر لما بشوفه انا كنت حاطط حالي اصعب بالسويدة بتلاقوها بالمحاضرة. حكينا عنها انه انا كيف اذا كنت كشخص دارس صدوي ما وما شفتها ما هي الحالة الأخرى فأنا غير ملزم بإني يعني ما بيعتبر ذنب كبير، بس إذا هي ما شفتها وأنا عم بعمل دراسة صدر هذا ذنب كبير. بننتقل لشيء اسمه هام جدا
اللي هي تسمى العين الثالثة. طبعا هي تسمى الخصية الثالثة، بس لما مر بأحد المؤتمرات أن العين الثالثة تنطح أحدهم من العباقرة وقال أنه ما في شيء اسمه عين ثالثة، فقلنا له هذا العبقري راجع، أنت كتير فهمان يعني درجة زايدة، فراجع المراجع. فإجا شخص قال لا في اسمه شيء عين ثالثة. هي العلاقة بالإدراك البصري الباطني، يعني أنت لما بتغمض عيونك إني أفتح عيني على كثير ولكن لا أرى أحدا، بتغمض عيونك بتشوف، هذا الإدراك الباطني له علاقة بالغدة الصنوبرية، وهذه خصية ثالثة لأنه له علاقة كمان بشيء له علاقة بمرض نحكي فيه لاحقا. طيب هون رسم تخطيطي. الوعاء الرئيسي له علاقة مميز للغدة الصنوبرية، شو هو؟ معروف للكل. هذا السؤال سألناه دكتور محمود، احكي لنا عن هذه الصورة. أول شيء الصورة اللي على اليسار شو هي؟ الصورة اللي على اليسار صورة على اليسار، هاي الصورة أخي. صورة الطبقة المحورية. حلو. هو تكلس يعتبر طبيعي. الصورة الثانية. الصورة الثانية عم نلاقي في تشكل كيسي مكان الغدة الصنوبرية. تمام. وعادة التشكل الكيسي لما بيكون أكثر من 1 سنتيمتر شو منشق؟ مايوبلاستوما. إذا أي تشكل كيسي بتجاوز أو أي تشكل بتجاوز 1 سنتيمتر مكان الغدة الصنوبرية فأنا أتحدث عن مركب كتلي ولا أتحدث عن مركب كيسي. طيب هون عم نحكي عن البينيوسايتوما، هو عم نقول إنه حميد بيصيب النساء بشكل أكبر. شايفين هذا الشكل تبعه، شايفين الشكل تبع التعزيز، وشايفين الطابع الانسدادي اللي عامله بالبطينات. أرجو تدقيق بهي الصورة. كمان هون بالمرنان في مناطق من التغيرات الكيسية وفي تعزيز واضح. هون عم نحكي عن ليش إن الخصية الثالثة، إذن لأنه له علاقة بموضوع الجيرمينوما، ومثل ما قلت إنه حكينا إنه هي العين الثالثة أيضا كمان هذا الشيء موجود. أكثر شيء ذروة الحدوث بين 10 و12 سنة. شايف نمط التعزيز أنت قديش كثيف؟ طيب هلا نمط التعزيز، نمط التعزيز بانوسايتوم ولا بانوبلاستوم؟ احنا ما راح يعني هاي حاكين عن جيرمينوما، حاكين عن البينيوسايتوما، وحاكين على ال هلا بده يكون في الجيرمينوما بده يكون في تظاهرات اخرى بالجسم مرافق للجيرمينوما، اما البينيوبلاستوما هو خاص بالغدة الصنوبرية، ورم خاص بالغدة الصنوبرية. اذا عندك اضافه لنا اياها. لا بدنا نستفيد كلياتنا. الفكره انه انا شفت كتله ناحيه الغده الصنوبريه عم تكسر بشكل جيد. تمام. اول سؤال، اول شيء لو 5 وراي من الطلاب اللي بيغلي هجير منهم. تمام. هجير منهم هلا حكيت انه هي التظاهره الاخيره بتصير بمعاشي بيكون في لها عمر. تمام. في يوميه ثانيه. تمام. نفس النموذج الفكره، شو بدي افرق انا؟ خلي هجير منهم هي اللاست تشويس لك، بعد ما تنفي الباني بلاستوم والباني سايتوم فكر بهجير منهم اذا عندها شيء. لا اذا متفقين احنا والدكتور احمد خطيب، بس كنا عم نعمل لهم شغله قبل ما تجي انه انا عم اقول لهم الغده الصنوبريه هي العين الثالثه، وفي احد العباقره كان قاعد رفض الموضوع قال لي هي الخصيه الثالثه. شو القصه قلت له هي الخصيه الثالثه وهي العين الثالثه، واذا بدك ارجع للمراجع العين الثالثه هي العين بتشوف بدون ما لها علاقه بالنظر، هي العين اللاوعي، يعني انت لما بتغمض عيونك وبتشوف هاي العلاقة فيها، يعني ثبت آخر الأبحاث إنه العلاقة بالغدة الصنوبرية، فهو اعترض على هالموضوع، بس بعدين رجع للمراجع ولقى إنه هذا الموضوع موجود فعلًا، هي العين الغدة الصنوبرية لحد الآن في أبحاث كبيرة حولها، هي العين الثالثة وهي الخصية الثالثة. هي الفكرة الجيرمينوما أو الأحرى، يعني لبنان
العلاقة ب أنا حسب ما قريت إنه العلاقة بموضوع العين ما لها علاقة بالرؤية، يعني أنت مغمض بتشوف شيء. لا لا. الفكرة الغدة الصنوبرية ما بتفرز إلا إذا كان في عتمة تماماً. هذا معروف هالشيء، هذا بنعرفه. وبالتالي مثل ما قلت لك مستوى السيروتونين تبعه ما بيصير في مرتفع إلا يكون في ظلام يتنشط فيه. تمام. فإذا هون ربطوها هي بموضوع العين والرؤية. ما بعتقد السيروتونين دكتور خالد سحبتها باسم الهرمون. الميلاتونين. الميلاتونين. لا سيروتونين. أنا بعرف الميلاتونين. لا السيروتونين. وبيتوقف مسؤول عن هو السيروتونين هو المسؤول بشكل شيء عن موضوع الديبرشن والكآبة. أكيد أكيد. الأدوية الحديثة بتطلع مضادات كآبة هي بتلعب على موضوع غدة الصنوبرية ومستوى الأندروفين مع السيروتونين فيها. بس هي شو اسمها. تماما انا بوافق بالعين وليس بالجسم. طيب منيح. اذا ما حدا عنده اعتراض يا مصور. لا ما حدا عنده اعتراض الا اذا سالنا صاحبنا كان صاحبنا كان عنده اعتراض على شيء اخر. ابو جابر بتطلع معه العين 50 دكتور 50 دراسات ننتقل لموضوع البنكرياس. البنكرياس هو عضو خلف البرتوان، هو افراز كمان غدي صماوي. هون شايفينه بالالترا ساوند. بالالترا ساوند يعني غالبا بنكتب كلياتنا الجمله التقليديه انه لم يشاهد يساب الغازات، بس هو المفروض اذا الانسان شوي تعب وشوي عنده خبره بيطلع مع البنكرياس او قسم كبير من البنكرياس ب الالتراساوند، ويفترض ان يفحص. ابعاده معروفه بالنسبه لكم، علاقته بطبعا وريد الباب نعرف كلياتنا شو بتكون وريد الباب. دكتور وريد الباب شو بتكون وريد الباب قبل ما يتشكل؟ هلا قدام حضرتك. انا بسافر طحالي مع مصاريف تماما. اذا بدك تفضل دكتور احمد الخطيب. انت كمان بدك تقدم برد؟ الحمد لله. عم نزح معك احنا هون يعني مخفف الضغط العلم بشويه مزاحات. طيب كمان هون رسم بالصدوي، كمان هون البنكرياس بالمنام ما كثير بهمنا. اشيع السبب لالتهاب البنكرياس حاد شو هو؟ الحصيات. بالسي تي معروفة بالنسبة لكم كلكم، يعني انه تشوفوا وزمة حوله، بتشوفوا الشحم المتسخ، وبتشوفوا تغيرات في الكثافة. هذا المنظر اذا شفته بأقسم بالله العظيم عليه انه التهاب بنكرياس بنكرياتيتس. مين كان يحكي؟ بأقسم بالله العظيم. طيب المزمن شو اشيع سبب له؟ كحول والعياذ بالله. طيب اذا بنلاقي فيه ضمور، بنلاقي فيه شغله مهمه هي الكيسات الكاذبه. شايفين هون صوره حلوه جدا، اكس راي وطبقي، هدول بيوحونا التنتين بشو. يعني اذا جتنا بالامتحان وكتبناها التهاب بنكرياس حاد وحطينا صفر بنسب شيء على الاستاذ؟ واضحه. طيب هون بالمرنان هاي في مميزه الى واضحه المركبه البسيدوسيست الكيسه الكاذبه. طيب هاي كارسينوما لرأس البقر. في شيء مهم بدي احكي عليه، حكينا عليه المره الماضيه دكتوره حلا، انت حضرتي اكثر من مره بتحكي عليه التهاب بنكرياس مناعي شوي. تماما. بقلده بشو لسرطان رأس البنكرياس؟ بقلده بانه في ضخامه بؤريه او ضخامه معممه، في اتساخ بالشحم، في ضخامه الاقدام الفوريه. تخيل دكتور محمود انه بنشوف التظاهرات كلها انه هذا سرطان، بس ما بنلاقي عند المريض المرافقات السريريه السرطانيه، ما بنلاقي عنده نزول الوزن الشديد، ما بنلاقي عنده الشحوب الشديد. شو بلجا لنا هون؟ شو الفيصل هون؟ وهذا جبناه بالفحص كمان اللي هو كاتب لك يا شو هو اي جي 4. تماما. اذا هاي نقطه مهمه عند شايفين هون، يعني هلا هاي الضخامه براس البنكرياس اللي مبينه عندي هون
انا ممكن كمان اقول لك يا اخي هذا بحلف بالله انه هذا ورم رأس بنكرياس، شايف الضخامه، شايف الشحم المتسق حواليه، لا هذا بالنهايه طلع معي التهاب بنكرياس مناعي وليس ورم رأس بنكرياس. انسيلينوما هو اصغر من 2 سم، هو عالي الترويه. انسيلينوما موجود يعني عنه كلام كامل بمحاضرتي بالسويدة اللي ألقناها بالسويدة اذا بتحبوا تشوفوه. واضح معكم هون الورم والتعزيز بهاللقطه هي، واضح الانسيلينوما وبعد ما حقنا ولا ما له واضح؟ دكتور محمود واضح بالنسبه لك قبل ما يعزز وبعد ما يعزز الانسيلينوما؟ هون قبل التعزيز وهون حقنا واضح معنا طبعا بيكون السكر الصيامي تحت الخمسين، في له كثير مفاعل يعني معادلات سريرية، وبده يكون إذا حقنا السكر بالوريد فهو رأسا المريض بيتحسن، فهي من مميزات الانسيلينوما. البيضة الكظرية ما في داعي نحكي عنها، كلكم أنتم أخصائيين صرتوا بتعرفوا، اليمين بتاخذ شكل في، اليسار بتاخذ شكل واي، هذا المنظر تبعهم. أشهر الآفات هي اللي حكينا عليه ورم القواتم، ممكن يكون سرطان. أشهر نقاء الكظر منين بيجي؟ مرئة تماما، هي كيسة كظرية، وهي عندنا هون نقائل كمان للكتلة بالرئة ونقيلة كظرية. النصف الكظري عند الوليد أشع مكان له أيمن ولا أيسر؟ اللي عم يحكي أسئلة فحص ما عم نحكي محاضرة، احنا أيمن نسبة 75%. تشخيص تفريقي له شو هو؟ تماما شايفينه هون، شايفين بعد النزيف. هلا هذا ما رح نعملكم اياه الامتحان لانه ما بعد في وقت، في هلا زملاء بدهم يحكوا. اللي بيحب المحاضره موجوده عند الجميع، اللي بيحب يطلع عليه بيقدر يشوفه لوحده. اي صوره مناقيش، هاي صوره تصوير امبارح، وصحه وهنا للجميع، بيعطيكم العافيه.